الصين. احنا اللي نجم هذا الطرح بتاعنا واضح، ما فيش حتى معناتها يعني امبيغويتي ولا معناها واحد. هذا المشروع احنا معناها نعتقده اعتقاد جازم، وانه هو باش يكون معناتها المحرك الاساسي للتنميه في مدينه صياد، لانه معناتها المشروع هذا معناها مدينه صياد هي في الاخر في الاخير ما عندها حتى شيء، معناها الشيء الموضوع باش يحركها وباش ينميها ما عدا الميناء. الميناء تعرفوا انتوما معناها هو ينجم يكون دافع ويكون معناتها يعني محرك وواحد باش يدفع المدينه. معناها اهم حاجه فيه هو يعني تسهيل ساعه مهمه البحاره اللي هم يعانيوا بحاره صياده على جميع المستويات، يعني على مستوى خاصة معناتها بيع الحوت، يعني كما قلنا الصيانة نتاع المراكب تحمل هي حاجة أساسية جدا. اليوم معناها واحد عنده مركب مثلا نتاع صيد أسماك معناها زرقاء يقعد عام معناها الواحد نتاعه ما يخرجش للواحد، فهذه مشكلة كبيرة برشا. كيف كيف المشكلة نتاع الكومبرمون، المشكلة نتاع عدم وجود يعني واحد من الحلول اللي عملناها احنا. بنينا على المشروع الاولاني اللي معناها تفضلت به وزاره الفلاحه قامت به، فمعناتها وبنينا عليه. فنعتقد احنا وانه المشروع هذا يعني مشروع واضح، واحنا معناها مشينا معناها يعني قدمنا خطوات كبيره برشا مع السيد الوزير ومع المدير العام تاع الصيد البحري ومع الخيان الكل. بالطبيعه احنا ما مشيناش من الوزير ومن المره الاولى، مشينا بعد ما نتشاور مع الناس الكل، مع الجهه مع المحلي ومع الجهوي ومع النواب، مع الناس الكل، وبلورنا الفكره هذه والناس الكل مقتنعه بها. اليوم احنا وصلنا للفكره وانه يعني مرحله وانه الدراسه التكميليه مبرمجه. فاليوم احنا نحبوا المشروع هذا يولي كونكريتمون معناتها يعني العناصر المرجعيه بتاعه معناها والتحضير معناها معناها البدايه في الدراسه معناها هذا هو معناها احنا توا في المرحله هذه. فماذا بينا لو خيال اللي جابوا اللي استرعينا يقولوا لنا وينورونا هذيك فما حاجه ناقصه يعني ونتناقشوا ونبرروا معناها الفكره النهائيه نتاع المشروع هذا. بارك الله فيك. شكرا. نحب نذكر اللي فما دراسه اللي تعملت قبل هي كان موضوع محدد اللي هي حمايه الميناء من الموجات البحريه، شاركنا فيه الاطراف كلها عن طريق الصورات المعنيه، راه مش كي نقولوا شاركنا فلان وفلتان باش ما نرجعش النقاش اخر ما في غنى باش ندخلوا فيه. كانت الطلبات اللي جاتنا في حدود ملف طلب العروض هي تعلية الحاجز الرئيسي على حدود 250 متر، والحاجز الجديد باش نعملوه باش نعلوه كتكسير للرياح والفنون والتموجات. كان المشروع باش ينطلق ظهر لي عام 2018 باش يتم ادراجه، وبقى الدوسي ذاك الضف موجود. الطلبات الموجوده تو حاليا تهم اساسا توسعة الميناء وبعض السيرفيس معناها اضافه بعض الخدمات للميناء. هذه ما كانتش مطروحه في الدراسه الاولى. وثم زوز بتاتر كتجهيز زوز طلبات تنجم تخرج عن اطار الاداره العامه للمصالح الجويه البحريه، هي تحويل مصب مياه الامطار وال معناها اختلاف تجهيزات الرفعه نتاع المراكب هذه والسفن. نحن جينا طلبات معينه من عند دي جي بي في البرنامج اللي يدخل في مشمولاتنا، نجم نخرجوا للمرجعيه ونخرجوا لابيل دفر كتكمله للدراسه الاوليه. هذا علما ان بعض المقترحات هذه بعض الرياكسيون اسبونتانيه الموجوده عليه، الطلبات هذه تنجم تاثر برشا على ركود المياه في وسط الميناء في صوره معناها الحفاظ على الحجز الرئيسي. الحجز الثانوي هذاك الحجز الثانوي الموجود هذاك ينجم ياثر بصفه كبيره على ركود المياه في وسط الميناء. ثم اعاده تثبت في التموجات اللي عملناها كلها لخاطر ثم ديزوفراج جديده، اعاده تثبت حتى في لو بيزوان
نتاع اللي باش تبنى عليها الدراسه ككل، الخطر يلزمنا نثبتوا من مصادر رسميه البرودكسيون والعدد نتاع الفواتير وكل شيء يكون بتباعها في اطار الدراسه هذه وبالتنسيق مع الاطراف الكل. كما قلت تم دير في نص النجم حضرها في مجال الاختصاص نتاع الاداره العامه للمصالح الجويه البحريه بعد الحصول عليها في السلام عند الفلاح. وشكرا. اعتمادات مع زلنا برمجناهاش على خاطر ما نعرفوش شو اللي تم دير ريفرنس وشنو هي اللي تود ريالمون نشكرو بها التكميليه معناتها على ضوء الطلبات نتاعكم باش يكونوا اللي تم دير ريفرنس باش يكونوا المونطون تاع الدراسه هي مبرمجه ايه لكن المونطون تاعها مش مبرمج معناتها ما زلنا ما حددناش الاستيماسيون ريالمون تاع الادمينستراسيون هي جينا من عند التجهيز سويت اللي لازمنا نوقفوا ريالمون الطلبات فما طلبة جديدة فوزابيليتي نتاعها نراهم مع التجهيز ستاف تكنيك وكنا لازم نخرجوا باش هذاك هو الموضوع اما لازمنا نسرعوا خاطر باش نعرف لو مونتون اللي باش نرسمو دو بالنسبة لنا لي تيرم دي ريفيرونس سو فيكسي فما ليكسامبل بوزون هذوما نحكيو عليهم تصور هذوما معناها يلموا براسك المشاكل اللي موجوده في ناس هذا معناها حتى كان فما ما نتصورش انه فما حاجه اخرى مثال طلب اخر شيء يصير. مثلا الامام انت موجود احنا على اساس خدمناها لكن تو بلي زوبراج جدد هو تيرم دو ريفيرونس هو فهم على اساس شنو هو اللي بزون تاعو مش فاهمك معناها شنو شو هو هي تقصد دراسة شو لازمها؟ لازمها دراسة حماية من التموجات، لازمها ايتود ريفراكسيون، لازمها ايتود معناها من الاول كيفاية ستاتيستيك معناها نتاع الفلوتين نتاع مش طول طول باش تقول بالوتود هاي عندي كذا كذا اخدم لي كذا كذا، هذاك لازم بيان سور دي باس صحيحة كيما قاسي لسع معناها لازم تعاود كل شيء من الاول جديد. هذاك هي هذاك شارج البزوان معناها مش من ناحيه اخرى تقول لي تحب نرجع للمصادر الرسميه نتاعي باش تستسقي منها المعلومات. يعني بصراحه راه تخبط هذا فهمت يعني كدوله هي تعرف المصادر الرسميه نتاعها وتعرف طلبات العباد. تسمحها ولا ما تسمحهاش معروفه صراحه شنو هي طلباتها تاريخيا كما قال لك توا كان يحكي على البرونتي ريكتير ويحكي على كل شيء. طيب مش ندخلوا في التفاصيل احنا شكون تجي قبل الدجاجه ولا قبل معروف راهي اي دوله في العالم اي دولة في العالم هي لا تعرف شنو هي حاجيات عبادها وشنو هي المتطلبات وشنو هي الخدمة الصحيحة. أنا ككونسيبتير نعرف الحاجات هذيك. حتى كي ما نهبطش نعمل ايتيود دو بيزوان ونسأل العباد، تنجم تعرف. يا دولة أنت عندك معناها مؤسسات، تنجم تعرف شنو المطلوب وشنو اللي لازم يتعمل. تقول ما عنديش فلوس حاجة أخرى. هذه هي نقطة متجاوزناها. بالنسبة للنقطة الثانية، هذا مشروع مشكل مطروح. نحن حسب نصيحتي ناخذ النقطة بالنقطة النقاط هذه. واحنا اليوم باش نحدوا الحاجيات ما تخرجوش في ديتاي يعني درا هذه الحفره ومش نحفرها ومش نحط التراب واحد ماش حتى حاجه لا بوسيبل حسب التكنولوجيا الموجوده اليوم وحسب الامكانيات الموجوده اليوم ما فما حتى شيء لا بوسيبل فما حاجه برك لازم نثبتوا فيها النجاعه تاع الانجاز فقط النجاعه تاع الانجاز هذه ماهيش اختصاصنا احنا فما ناس مهندسين اما الممكن ولا ماهوش ممكن هاني الممكن الغير ممكن ماهوش عندي يعني مش موجود في القاموس بتاعي خاصه في الامور التقنيه الامور التقنيه نتكلم فيك كانجينير يعني كتقني اليوم ما فماش حاجه غير ممكن في الانجاز كاين سواء الارضيه كاين سواء السيرفاس كاين سواء فماش حاجه غير ممكن معناها ماذا بينا تحديد يعني لاناليز دي بيزوان خلينا نقولوا تحليل الحاجه اهم حاجه هو في المشروع هذا الامكانيات نتاعها وعدم انجازها ومن غيره ولا انجازها من عدم من عدم هذيك تبقى في المستقبل يعني حسب رايي ناخذ 5% نتاعنا اليوم ونحاول نزيدوا ندخلوا شويه في التفاصيل التفاصيل المطلبية يعني الحاجه لي بيزوان ايتود دو بيزوان نجم نعمل حتى طريقه معروفه بقينا الانجاز نتاعها تنجز او لا تنجز شنو هي نجاعتها شنو هو كذا فما بيرو دوتود وفما دراسات اخرى على الارض يهبط الناس يشوفها هي اللي هي هما اللي يقوموا بالامر هذا وشكرا.
شوف سامح، نحن لهنا باش نحكوا ديزون تيراتير، اما نوصلوا في مستوى بعيد. انتخبت ولا ما انتخبتوش سي تانا توفولين ماذا بيا ما نسمحش الكلام هذا. النقطة الثانية بالرجوع للدراسات التي تم انجازها في الغرض، بالرجوع لمثال البلان ديريكتور نتاع الكور دو بيش كلها بالنسبة لمينا صيادة ما يحتاجش حتى اكستنسيون، باش نكون واضحين في النقطة هذه. النقطة الوحيدة اللي تم التطرق لها بالنسبة للبلان ديريكتور هي حماية الميناء بالتموجات، الشيء اللي تعمل لها لحد هذه الساعة، هذه الدراسات اللي رسمية الموجودة في الإدارة. نحن قلنا ثم طلبات جديدة، ثم معطيات جديدة، نجم نحيد المعطيات في أي وقت. من 2009 في 2017 ثم 18 سنين، نجم نحيد كل شيء المعطيات نتاعنا، على أساس ذلك تنطلق دراسات فنية أون بون فور. والنتائج نتاعها باش تكون بصفة تشاركية ونشوفوا نتفقوا عليها الكل. كان تسمع سيدي ربي سامحني انا على الفرح يعني شوفي ربي لا ما يطلبش طول لا لا مش متفاعل معاه لا سيدي انا جيت تخبط ولا مش كلمه اختيارية تخبط ايش نقول لك ما غير احنا كنا على الارض توا ونشوفوا الميناء في حاجه شوف سامحني للتوسع تنساش تفاعل مشكل كيما قالش في الاسعار شوف الاداره الساعه فيها ناس تخدموا تخرجوا ناس اخرين يخدموا دونك نحن عندنا وثائق في الاداره عندنا بلون ديريكتور سامحني فما بلون ديريكتور تخدم قديم وخدموا فيه عباد وخدموا فيه من جهه ومن سونترال وكل شيء نحن نجيو نعتمدوا البلون ديريكتور هذاك ماشي غلط صحيح نعتمدوا البلون ديريكتور هذا يقول اللي برد صيادة ما يحتاج وذاك علاش خرجت الاتيود نتاع الحماية من التموجات بعد جينا في الاجتماع هذا في اجتماعات اخرين فما طلبات نشوف باش نشوفوهم مع بعضنا نذكر باش نقولوا راهو كذا وكذا فما تناقض فما شنو نحن اعتمدنا على بلون ديريكتور قديم انا واعلم صحيح غلط اما خدموا عباد اخرين قبلنا نحن ماناش فما ناس في الجهه وفما ناس تخدم في السونترا جينا عملنا كيما قلنا الاتيود هذيك وتو فما تبينت اللي فما حاجات اخرين شوفوا الناس كل ما بعضنا ما فماش تناقض معناها تسع مدام لحظه برك انا طلعت عليها بلون ديريكتور ندور فيه الوحده معناها نتاع الواحد نتاع الترفلان موجود فهمني ليكزيتوار نتاع وادي السفلي موجود الواحد نتاع شو اسمها الرافعه موجوده فهمتني ونجم نثبتوا عندي نسخه راهو كان مكتوبه ونجم نثبتوا مع بعضنا تقول لي البلان دو فما معناها الوحده كيفاش نقولوا لهنا بالحق مش موجود توسعه في الرصيف صحيح مش موجود لكن كي قلت لكم راهو اني بالنسبه لنا راهو الناس قاعده تشري في فلايك وقاعده معناها تعمل وراهو سيتان ترافاي دافينير بالنسبه لهم اللي هما معناها اعمارهم صغار ولا كونه معناها تبين الا كونه ليتود نتاع 2007 هذه اللي عملتها ستودي راهو معناها ماهيش واحد هذاك نفهموا بعضنا اما تقول لي ما فماش معنى اللي تيرم احنا جبت لك تروا تيرم سامحني سي بربي لسعد هكا مانيش غلط سي لسعد دونك لي تروا تيرم اللي ذكرتهم مني توا موجودين جوار سير بلون سير شوف ما فهموش شوف الجزائر ما قلتلكش هذيك في جو انه لازم نعملوش قلت لك هذه كلها لازم تحليل الدراسه هذه باش نعملوها ما عندناش اشكال الاشكاليه نتاعنا سي لسعد سامحني اللي بزوا في اي وقت ثم دي بريفيزيون تاع 2007 ل 2017 ولا 2025 ثم توندونس معينه اللي هي متغير تنجم تتزاد ولا تنقص هذه كلها يلزمنا مع بعضنا باش نحدها ونشوفها مع بعضنا بطريقه اخرى ما قلناش في ديريكتور سي في جي النقطه الثانيه كيما ديفياسيون تاع ريزو بريفيال انطلقت من النقطه الاولى قلت لك راهي تخرج عن نطاقنا نحن كان ثم اطار نتاع حمايه المنطقه كلها من الفيضانات يلزم دراسه كامله هيدرولوجيك ويدرونيك وكل شيء فهمتها بالنسبه للليفاتور وكل شيء هي تجهيزات اللي يقول لك تخرج في اطار اخر ماذا بيا حتى في اللي ترفوه ما تحطش تجهيزات في المارشي هذا الخط الليفاتور تتحط واحد لا نحكيو على دارس دارس نحكيو دارس نحطو دارس فهمتني معناها تتحط في نقطة أخرى بالنسبة لمدام غفار عاشت المرحلة هذيك بالنسبة للتربلان يقول لك سي با نوفو دي نوفو تربلان سي ريامينجمون تاع ليكزيستونس لا لا فما دي نوفو مدام سامحني ريامينجمون اكستنسيون الانتيريور الانتيريور دي بار سي ني با الاكستيريور دي بار كون بريفي الموجود في 2007
لا كرياسيون تاع ان هكتار موجوده على الانتريو على الانتريو في وسط البصر تردم في وسط البصر هو الاشكال شو هذه كلها سي با بروبليم برا ليكس تيم دي ريفيرونس نحضرها وهذه كلها فيرا لوبجي نتاع ديسكسيون في وسط ليتود في حد ذاته هذا كل دي ديسكسيون سابق الاوان كان قسم شكونكم نظموا شوية عن الوقت بتاعنا نحكيو دون لو كان اللي احنا باش نعاودوا ليتود لي دو لي تاع الوحده هذه كيفاش اليوم عملنا حددنا لي تيرم ريفيرونس وقتاش باش نعملوا لابيل دوفر ولابيل دوفر قداش تاخذ اون موين وقت من بعديك قداش الدراسه هذه تاخذ وقت ومن بعديك الاكزيكيسيون تقريبا قداش فهمني باش احنا البحار في صياده وقتاش ينجم يتمتع اذا كان مشينا بكل شيء مشي مريقل فهمني بالاكستنسيون هذه اذا كان نبداو بالحاجه هذه سسرى معناها نبداو منظمين ومريقلين باش هكاك من بعد كل نقطه نحكيو عليها معناها خلينا نبداو على على كيما نقولوا من البعيد لبعيد الساعه. دونك هذه هذه تبدا بدل البال خاطر احنا مربوطين بالفلوس كان ثم فلوس كان ثم مش فلوس مع العلم مدام ايمان يظهر لي ان 2017 سايتي بروبوزي نا با ايتي روتوني البروجي نتاع نتاع الحمايه نتاع الواحد الى ايتي معناها سقط عندكم انتم مش سقط احنا هي معناها الحاجه اللي فهمتها يعني ورقه ضربت نافعه ما اون با فار لي كومبليمونتير امس اش ماذا بين سباسي لي داخل كنت بالكلمه قبل وبعد انا بارلي في البروسيدور ادمينستراتيف نتاع لونسمون دو لابيتا بارك الله فيك باش ما نضيعوش برشا الوقت اللي نشوفكم وعملنا ديراباج لانه ولينا كاين نقيموا في دراسات سابقه ونحاسبوا علاش تعملت ما عملتش ونجموا نحاسبوا مش وقت مش الجلسه هذه موضوعها لانه الدستور التونسي اللي تعمل جديد تو ثم ناس طلب بمراجعته كل شيء راه ما مش حتى شيء كامل بما في ذلك الدراسات العلميه اللي لازم تبدا فيها ديبتي دي فايوس كي سرو ريكتيفيي ومن والدراسات اصلا الفرق بين دراسه معناتها ناجحه ودراسه غير ناجحه مش معناتها نخدموها الناس باهيين نخدموها الناس خايبين لا في كون الدراسه الناجحه اكثر هي اللي تبدا في مكوناتها في داخلها تنجم تحين روحها ثم لا بوسيبيليتي نتاع تحيينها وتطويرها دونك كل الدراسات قبل التطوير وهذيك صالحه لمكان معين لوقت معين لزمن معين فاهم بلانيفيكاسيون دونك نجم ندرسوها بعدين احنا اليوم جلستنا ماهيش هذا ماهوش موضوعنا هذا دونك ما نخرجوش في واحد شويه حديث حتى بعدش نوريهم حتى ناخذ شويه حساسيات احنا اليوم باش نحدوا مانيش بنحدوا لي تيرم ديفيرونس خلينا نبداو واضحين ثم شويه هنا ان كونفيزيون لي تيرم ديفيرونس باش نحدوها بعداش باش بناء على تحديد الحاجيات اليوم تحديد الحاجيات بكل دقه بحضور الاداره العامه اللي هي صاحبه المطلب اللي نتاع الدراسه اللي باش تطلبها هي باش تطلبها والاداره الفنيه اللي هي تقوم بالعمل هذا اللي في وزاره الفلاحه دونك احنا كي نحدوا الحاجيات الترم دي ريفرنس حكايه بسيطه راه مش حدوها جماعتنا المصالح نتاعنا في اسرع وقت ماهيش هذيك المشكله اعطينا تحديد الحاجيات تحديد الحاجيات قول لي من الزياره اللي زرناها ومن الحديث خدناها واضحه دونك ما تمش علاش بنضيعوا برشا وقت شنو هو تحديد الحاجيات هي الطلبات جات على بعد ثمان دراسه تم وعلى مسؤوليتي ومستانس مستعد بعدش مش خادم وكذا باش نتحدث مع كل واحد فردا فردا كان لازم بحضور من يمثل المهنه وبالاستشاره ده فوتو هذه تو ثم طلبات جديده ايش بي من اول جلسه كنا رانا سامعينها وقابلينها احنا في دراستنا الاولى ونا بلانيفي ضمنيا احنا عندنا الفكره هذه كونه كي ناخذوا هذه ممكن ثم بوسيبيتي ديكسونسيون الرفعه لكم كل صدق في 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 الدراسه الاولى بتاع الحمايه دونك احنا سمعناها وقلنا رانا قابلينها ورفعناها جوست بعد الجلسه للسيد الوزير وبناء على هكا السيد الوزير قبلكم في عده مناسبات وبناء على هذا السيد الوزير كلم الفريق الفني هذا باش يحدد الحاجيات اللي هي تتمكنها باش يحضروا ترم دي ريفيرونس يلونس الدراسه التكميليه دونك مانيش مختفين علاش نرجعوا في يوم تاع كذا دونك وحد خلينا والله تو في كلمتين تو نعرفوهاش كيفاش طالبين طالبين كون بعداش اني ما نعطيش انا في على التكنيك لاني اني ما نسمحش لروحي ما نعطي لا في التكنيك يعني شو انا باش مانيش انا نبيع نتاع 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 تاهي او ناجمون جنسي نخلي المهمه هذه لزملائنا اللي يعني عندي فهم الثقه دونك مطالبتكم
باش تغيير الدراسه اللي كانت دراسه حمايه ميناء صعيد من التموجات الى دراسه حمايه ميناء صعيد من التموجات والتوسعه اللي هي تحبوا تضموا فيها اساسا الرافعه وزياده أرفة أخرى خاصة للفلايك نتاع الواحد على خاطر أني أنت تقول سي سي أسامة ثم الناس قاعدة تشري سي قاعدة تشري أما إحنا راهو سياسة الدولة موقفة كل موقفة الصنع وموقفة الاقتناءات الجديدة إلا في إطار تعويض دونك ثم كيف فاس كومونيكون تدخل بورت دونك الدولة ما تنجمش تزيد في كل بورت على خاطر في ظرف معين خرجت من بورت هذايا مشات البورت أخر نجم في نفس العام ترجع تتباع من بورت صعيد تمشي بورت أخر دونك الحركة هي في الدراسات الكبيرة ما ناخذوش بين الأدوار شكون ناخذ؟ ناخذ استراتيجيات وين ماشيين؟ ناويين في الزيادة نتاع الواحد ولا ناخذ في عين الاعتبار هكا التكبير خاطر كل صنع في إطار التعويض قاعد تصير تكبير دونك تولي تكون أون بارك مثلا أرام هي تتطلب أنا كوستاج معين تولي أون بارك كوتير أكبر شوية تطلب متراج داكوستاج أكثر إذا كان تكون أن بتي سانتيني 18 متر ولا 25 متر تولي السيرفاس داكوستاج أكثر دونك تولي هذاك ناخذ بعين الاعتبار وناخذ بعين الاعتبار زيادة معينة نتاع كذا هذه علاش باش ما ندوش التقديم على استراتيجية الدولة بصفة عامة في القطاع دو اساسا الرافعه التوسعه في الرصيف وفي نطاق الاشغال هذه الامكانيه نخليها ديما للجماعه هل الدراجات لو برودوي دراجات هذه باش نزيدوا نركبوا به واحد كذا ما تماش حتى عاقل يرفض الموضوع هذا دونك علاش نختلفوا في حاجه ماهيش باب للاختلاف ونفور بحنا هذيك هي ممكن نربحوها كو سوا للاصلاح ولا لتركيز مشاريع خدمات اللي هم مش موجود تو والا تشكيع المشاريع نتاع تحويل نتاع اللي هي مش موجود براتيكمون كان موضوع على البناء ما عادش دونك في برط اللي نحبوه يولي حافظ على انتاجه نحبوا انتاجه ما عادش يمشي بكري في سمعت نحبوا برط تمشي تدخل منه الفليك وترجع له الفليك وتهبط فيه انتاجه دو هذه راهو تولي نقله نوعيه في هذا الوقت كذا ما تنساوش كون انتم الانتاج هذاك احنا راهو كي نقدموا شيكين احنا نقدموا الانتاج في كل دول العالم الانتاج يتحسن في البرط اللي تم الديباتمون نتاعه بقى نعم برون كونسيراسيون كل هاو قداش تهبط فيها وهاو قداش الفليك تاعهم اللي تهبط اي نعملوه نعملوه دو فالور دونك نعرفوها هذه كي تولي تهبط الانتاج تاعك انتم راهو الهدف نتاعكم باش بورت يحيى مش باش يحيى اللي في البحر بر باش يحيى اللي في البلاد باش تولي ثم عائدات على البلديه اللي هي تو مهدره مش مهدره هي ماشيه بلديه اخرى مشاريع في تراب تونس اما بصفه ظرفيه وقت تولي عندك بورت تولي عندك سوق نتاعك اللي هو مش موجود وتولي ثم خدمات اخرى باش تولي معناتها الحلقه نتاع الدوله الاقتصاديه ماهيش بحر برا كيما تحبوه انتم البحر والبلاد اللي كنتوا بتات ثم اولادنا اللي خرجوا اللي ورجعوا علاش لا؟ ما احنا هذايا راهو واحد اول نهار كنا هولكم رانا متبنين ان الروح لوجيك اما ونهايتكم قلت لكم انا شخصيا راكم ما تتصوروش كون ولا كتبتوهم وعملتوا كذا الدوله باش تعتمد لا الدوله تعتمد في راسك وقلت لي وقتها داكور متفاهمين دو اما احنا متفاهمين علاش نكثروا في الوحده هذا مطالبكم واضحه كان نسيت حاجه خل نحطوها وما لو خيال بعدش باش يعملوا تنزيل في روسيا سيري بارك الله فيك في الصحه احنا نختموا حضور الخيان بعدنا باش ناخذوا رايهم ما يسالش ما فما حتى اشكال فهمتني الكلام هذا صحيح حكينا لا بارك الله فيك معناها جست عندي معناها جست معناها وحده استراتيجيات الدوله نشوفوا احنا استراتيجيات معناها حتى في البحر الابيض المتوسط البلدان معناها الكل قاعده معناها تتخلى على معناها الصيد البحري ولا قاعده معناها ماشي اون ديفلوبمون الصيد البحري الا تونس معناها فما استراتيجيه واضحه في تطوير صحيح توا موقفين واحده لكن انت تعرف بتناغم مع السياسات الاقليميه في المجال صحيح لانه يعني توا تعرف انت راك قربت من برشا ولات البحر وما عادش الاثرات تاعنا احنا متفاهمين احنا منظمات دوليه متفاهمين باتفاقيات واحنا قاعدين فاعلين فيها مش هما اللي يوليو علينا واضح فما كونسيس سونتيفيك يحضر واضح احنا جست حبيت نقول واحد لهنا سي رضا معناها كان بيودنا لكونه معناها ديبوي عشرات السنين لكون الامور هذه تقدم اللي مقلقنا احنا في صياده فما استغناسيون فهمتني اليوم ماذا بينا الامور تتحرك بارك الله فيكم احنا نشكركم ياسر لكونكم حاضرين بعدنا
واعذرونا ساعات لكونه ممكن فما شويه تشنج ولا ممكن الغالب فهمتني معناها عشرات السنين راهو الاخيين عايشين في وضعيات معناها تيكير ولاو معناها متقلقين برشا وفما ناس تخلات اصلا فما ناس غرقت فليكة في وسط البرد غرقت فليكة في وسط البرد معناها من البنك من المشاكل من الوحدات على خاطر هي معناها تتكبد في خسائر اكثر من غيرها برشا نظرا ما عندهاش وسائل التكنيك ما كيفاش نجمو نحلو الحكايه هذه معناها هو بدايه اليوم نعملو بدايه ماليا والا حتى نعرف الناس كل الفلوس هي امور نتاع سياسه وتوجيه الفلوس امور نتاع سياسه في الاخر فهمتني سمعتكم السيد وزير منكم لي وكون ثم اراده باش يعاونكم بارك الله في الناس كل هكايه جست معناها باش نعاودوا ننظموا الوضعيه اذا كان تحبوا ناخذوا كلمه هكاك معناها عامه اما من بعد كان ماذا بينا نفهموا احنا التمشي نتاع المشروع كيفاش يصير وتدخل كل اداره وين يصير وعندكم ناس كل التجربه نتاع الوحده هذه ماذا بينا احنا نفهموا وكيفاش نوصلوا للريزلتا كيفاش ما تحطش على اوراق ولا نخسروا دراسات ولا نعملوا وحده على خاطر كي نسمع اني معناها سي لسعد يقول لي راهو شاركنا الناس الكل معناها فرانشمون دي انتم توا ريتو لكونه حتى كي شاركنا الناس الكل راهو فما البعض ما يفهمش حتى البحاره كي يجيو يحضروا في اجتماع هما حاضرين ومصحين وعندهم الوحده لكن مش فاهم موضوع الاجتماع اصلا هو فاهم لكونه انت جيت عندك زوز خرائط هنا الخريطه هذه خير ولا الخريطه هذه خير هكا هو بالنسبه لي مش يقول لك هذه خير ما يفهمش الا كونه معناها عنده راي هو وينجم يقول وينجم يعمل الواحد باش نبداو واضحين معناها سي لسعد اليوم احنا في مرحله اخرى والمرحله هذه حوار فهمتني اللي هو ينجم يبني حاجات فهمتني وهذا ايش حبينا نوصلوا احنا مع البلديه مساندتنا المسؤولين المحليين وكيف كيف المندوبيه التنميه الفلاحيه راهو معناها كلكو سوا سي سلامي ولا سي رضا ولا غيره فهمتني معناها ولا سيد الوالي راهو المشروع سهل برشا مشروع يجي لهنا في اطار التوسعه نتاع ميناء تبلبه خلينا نقولها ولا في اطار التوسعه نتاع ميناء قصيبه ولا اللي هو راهو ما يمنعش الا كونه حق مش مزيه نتاع ميناء صياده كونه ياخو معناها ان بارتي اللي يستحقها من التنميه. شوف بالنسبه لنا احنا نطلق في دراسه راهو الكونتران بيجيتال مش في المخيله نتاعنا. هذه اخر حاجه تجي بعد في لابيدي. الانطلاقه الثانيه الحلول اللي ينطلقوا منها وينطلق منها مكتب الدراسات راهو يبدا في الحلول المقترحه من اهل المهنه. هذيك يبدا يثبت فيها انها هي قابله للتنفيذ ولا هي مش قابله للتنفيذ ومن بعد بالاتفاق يمشي. بالنسبه كيف تقديم المشروع حتى في مستوى الجهه. تقديم الفرضيات الحوايج الباهية في الفرضية والحوايج الخايبة وفي الأخر أن هي الفرضية اللي تكون عندها أحسن جدوى هذه جينيرال سيمون لي تيرم دو ريفيرونس اللي تحطوا من الأول بالطبيعة مش باش نداويهم حاجة بسيطة لا شوف حتى ولو يتضح اللي ثم بعض العناصر اللي يلزم ندرسوها وتم السهو عليها في تيرم دو ريفيرونس راهو متجاوزها وثم مراحل الدراسه نخدموا. دون لو كادر دو كابروفون. نجموا حتى اكثر مش بالضروره. في صورة لك حتى اكثر. لا لا ديما كل شيء هكا البوسيبيل دوام تو لي فريم كيما هكاك كي نخدموا اكسونسيون نقول لك 100 ل 1000 من بعد ليتود هي اللي باش تحدد لنا لي ترافور باش يلزم نخدموا الفازاج نتاعهم ولا وقتاش وكيفاش والا لي كريدي ديسبونيبيليتي نتاع تجي في فاز التريال ما تصورش اللي نحن لا راهو عندي مليون تو في يدي باش نخدم مليون ونبقى نموت فيك المليون لا نحن اون فا ديتاي لي فاريونت كلها بوسيبل اللي نجموا بعد نمشوا في الفاريونت اللي نتفق عليها الناس كلها واللي ليستيماسيون باش تجي في الفاريونت هذيك مبروك على الناس الكل. معناها دون لو تيرم دو طون احنا نحكيو تيرم طون فهمتني اعطينا فين نجمو نوقفوا قول لي راهو نوقفوا هنا وبعد نزلوا نشوفوا فهمت شنو نقصد ولا لا؟ معناها قول لي تو بالنسبه لي اني باش نبدا نعمل الدراسه نتاعي، الدراسه نتاعي هي باش نعمل ابيل دوفر راهو بعد عام باش نخرج ابيل دوفر تحب لي عام مثلا
وباش تعمل لابيل دوفر تحب لي عام اخر، وباش نعملوا معناها لوبرتير دو بلي تحب لي عامين. قل لي هكا، قل لي راهو هذايا جرات العاده هكا، فهمتني؟ باش اني نفهم روحي فين زاد. ساهله مالها الحكايه، ماهيش صعيبه. حاول نفهمها شويه سبعين. لو اول حاجه نسيت تعمل ريفيرونس، اذا انت عليك الطلبات نتاعك يحضروا جماعه التجهيز اللي تعملوا ريفيرونس نتاعهم. يكون اللي تعملوا ريفيرونس حضروا معناتها الكي تشارج حضرت. خرجوا احنا اعلان على الصحف بانه عندنا طلب عروض لقيام بدراسه باش يتبدل اسمها ما عادش حمايه ميناء صياده من التموجات، باش يولي توسيع واعاده تهيئه ميناء صياده وحمايتها من التموجات. تكون بتاتر ما نعرفش الحمايه يلزم نزيدو فيها المره هذه ولا لا؟ لازم عندي من تبقى فوالا باش تكون تروا كونفيكاسيون سينون لازم فوالا. باش الاعلان عن طلب العروض نعطيهم مده يجيو يهزوه في خلال ظرف شهر يصير فتح العروض. بعد فتح العروض باش يكون عندنا مجال تقييم العروض اللي نجمو نقول فيه ان ديلي 15 ولا شهر، سا ديبون اذا كنتو تطلبوا من عارضين دي كومبليمون بالنسبه للملف نتاعهم. اون فوا عملنا لو ديبويمون نتاعنا باش يتعرض على اللجنه، سا ديبون احنا والمونطون نتاع ليتود هذه. اذا كانها اقل من 300 مليون باش تكون على انظار اللجنه الوزاريه، اذا كانها اكثر من 300 مليون باش تكون على اللجنه العليا. نستناو لافي نتاع اللجنه، اذا عندنا لابروباسيون نتاعها والموافقه نعاد نعيطوا للمكتب الدراسات نعطيوها الاذن الاداري ويبدا يخدم على روحو. ديما الديلي نتاع ليتود مثلا تكون 6 موا ولا 12 موا سون كومبتي لي ديلي دابروباسيون، معناتها الطون اللي هو يجيب لي مثلا ليديسيون بروفيزوار نتاعو باش ننظر فيها انا وانتم نبعث لكم باش تشوفوها، الوقت هذاك راهم يتحسب على مكتب الدراسات، هذاك ديلي دابروباسيون عندي انا واللي هو ساعة يدوم أكثر من وقت الدراسة. تلقاها دراسة مخصص 6 شهور لكن لابروباسيون نعملوها في عام. علاه؟ خاطر حتى يجيني أنا المكتوب ليتود معناتها أون كيستيون لاكتيفيتي هذيك نبعثها أنا للسيد المندوب اللي يحيلها بعد للسيد رئيس الدائرة وحتى نعينوا جلسة باش ننظروا فيها. سونو ريكتيفيكاسيون ولا ملاحظات باش يعاود هو يعمل إيديسيون أخرى ونبرو فيها. دونك حبيت نقول لكم راهي لابروباسيون تاخذ شويه وقت. اون فوا كملنا ليتود يمدنا مكتب الدراسات بالدوسي دابل دوفر، نكونوا احنا برمجنا لي ترافو في الميزانيه كيف كيف نعملوا اعلان على الصحف طلب العروض تاع الاشغال، نعطيهم مده شهر يعطيونا العروض نتاعهم نعملوا ديبويمون. ساعات لا قدر الله يطلع انفكتيو يتعاود الدب الدوسي دابل دوفر نعاودو لانسيو مرة أخرى، مثلا نقليب يعاودوه أربع مرات ومازال مدش. فوالا معناتها حبيت نعطيك راهو البلانينغ في الوقت راهو سا ديبون، فما في أحسن الحالات فما في أسوأ الحالات. من إلى؟ إذا كان باش نخرجوا خارج الميناء ونبدا بريفوار حتى شيء. علاش؟ على خاطر اون دوا ريفوار وريفير ليتود امباكت اللي ثم طرف اخر خارجي علينا نحن الكل باش يكون موجود، وليتود امباكت داخله في طرف اخر اللي هو يخرج. معناها ثم اجال اخرى اضافيه تتجاد على الاجال اللي تحكي عليها مدام ايمان. المهم تحب ننطلقوا في الدراسه. مي الاجيال كلها باش تكون اتيتر ميكانيكاتيف اكثر منها تكون فيكتيف. والمومون تاع الدراسه انا اول اللي يبدا لي تو باش نعتمد على لي تيرم دو ريفيرونس سونون لي تيرم دو ريفيرونس باش نعرف قداش مونطون تاع الدراسه هذي باش تكلفها. شنو نوعية تطلب الاعتمادات؟ حسب معناها السيد المدير العام السيد البحري قال لنا ما بين 130 و 150 هو والله ما كان احترامي تنسى يشوف كي لا ما دام تكنيكمون احنا مربوطين بالتجهيز اللي يعني تكلم اكثر من احد مختصه هو يعطينا ليستيماسيون دو لادمينستراسيون على ضوء هذه احنا نعملوا.
دور احنا علاش بالك جينا البيزون بالضبط تاع سمعناه بالضبط تجينا في سير النوع الفلاحه سير باز نتاع هذا البيزون البيزون راه مش قداش من متر لينيار شنو مطلوب في اللي هذه بالضبط هذا البيزون تاعنا اللينيار دا كوستاج السيرة قالتي انكم انا كور في وسط الديوتي حد ذاته 50% 6 متر فولي اما تو تقول لي حاجتي الدارس حاجتي لينيار دا كوستاج اون بليس حاجتي لير دو كاريناج حاجتي لير دو رامونداج حاجتي بوتيت لو كوبو بيشر حاجتي ما نعرفش ابارتمون في مكان اخرى هذوما باش نحنا نحدوا حسب الحاجات هذوما باش نحدوا لي تم دي ريفيرونس حسب تم دي ريفيرونس باش نشوفوا الاستيماسيون اللي نشوفوها حسب الموايير تاع الدراسات اللي عملناها سابقا فهمتكش الاخر الجمله الاخر حسب الموايير تاع الدراسات اللي عملناها سابقا ما فهمتش شوف نحنا الخطر لي زيتود تختلف من واحد لواحد نحنا اون فايستيمي لي البريستاسيون اللي باش نخرجوا سي اون استيماسيون ديما تبقى استيماسيون ديال الادمينستراسيون من بعد لابيل دوف كيف معناها ترانشي في كل في كل تيرم دو ريفيرونس وتحذير واحد كذا الدوله تعمل التقييم الاول الثاني وهذا يعني بناء على ايش؟ مش عبط هو بناء على الدراسات السابقه هذيك معناتها شنو معدلات الدوله شنو لي بري لي بري معناتها نتاع لي ديفرون ترافو دونك هما اكثر سي ليفا تلقاكم معطاكم شيف انديكاتيف يقعد انديكاتيف خاطر تلقاكم معناتها ما لحيتو باش تشوفوا الشيفر عطاك الشيفر كبين وبين اما ينجم يكون اقل ينجم يكون اكثر لانه اللي انا هو اللي يحكي بالضبط كما قلت لكم راهو جماعه تجي بناء على اللي تم ريفيرونس اللي هما باش تعملوا بناء على الحاجيات دونك اليوم قد ما نوضحوا الحاجيات قد ما الامور تبدا واضحه الحاجيات كان اسكو بخلاف كنا قلناه ان كنتم اني بكري اللي هي الدرس ليكسونسيون دو لين دابوستاج زيادة أرضية للتير بلان بخلاف هذا ما ثماش ما نسيتش حاجة هذيك هذيك خارج الدراسة والله سامحني قائمة بخدمة خارج العادة بطريقة متحدة هذا فيزا بورتو نشجعوكم بالنسبة لفاكسيون دي زو بليفيال راهو صار قبل في الدوسير دا بلدوف في ليتي وعلاش ما تعملش القائمة وكور ليكسيكسيون دي ترافو شو صار يلقاو انو ابارامون خاطر احنا كابيب يساعدنا باش تخرج لي على البرد خاطر احنا اكثر حاجه متضرره هي لابيب خاطر بعد الاكسونسيون عملنا دراجاج وفي بالكم ده داكوردو باه شنو صار كي جاو شوفوا في النيفو دو يلقاو البونت ما تسمحش باش توصل لل الاكستيريور من جهه الميتالي يعني النقطه هذه ماهيش حتى تو نعمل فاكسيون دي زوبلي ديال راهي خارج عن النطاق ماهوش الحل هذاك هو اللي ديال يا تعمل ان بومب وتعرف ستاسيون دي بومباج ماهوش بسيط كان تعرف كان تجي تامبيت كبيره ولا حاجه يتقصى الضوء ما عملنا حتى شيء يعني هون الحل الاشكاليه بتاع اللي فاكسيون دي زون بليفيال اكبر من تصوروه احنا عندنا تو في بورت مهديه مين بروبليم مهديه وقتها صب جات تامبيت كبيره غرق عملت تو واحد بلديه تاع مهديه ليفاكسيون دي سيو بلوفيار وكذا وخذ واحد وجا وقالوا لنا نحب نحاول الشعب نحب ندخلوا شعب جامعه الصوصون يسبونا في البصر نحبوا نردوهم جامعه الكترفان اعطينا موافقه انا موافقه بالذات ما يساعدناش احنا تو انا يعني نفس البروبليم كيما سياره كيما بعض الابراج اللي هي من قبل صار انا خاطر هي تعرف البرد سي لا بلي با اقل انا تو في برد بتاع بولدا لا سينيسمو لا بلي با يوجو عليه من بقى هذيك تاع البلاد كانوا تصب هذيك وبعد تالي تعمل اكس ستاسيون دي بومباج باش تهز الستاسيون حسيت هوني معناها ستان بوان تري امبورتون على بالنسبه للفوكاسيون دي زوبريا يعني في الدراسه هذه تولي البلديه والولايه الواحد انا اكثر
يعني نطاق ال حبيناه اليوم لكونه تكون حتى اذا كان فما مختلف دراسات معناها تكون معناها عندها تلائم مع بعضها. اليوم حضور وكاله حمايه وتهيئه الشريط الصحي نشكروه سي حسين معناها موجود معنا نجم يعطينا افي معناها بريمير للوضعيه معناها اذا كان يسمح سينو معناها الخيان نتاع وزاره التجهيز زاد ينجموا يعطيونا افي الامكانيه مثلا خاطر توا فما حاجات احنا نطلبها وليغالمون بالقانون ما تجيش. مثلا نقول اني هالفيرسمون تاع لوبريفيال ولا لوبولي في وسط البرد بالقانون واحد مجله الموانئ تم نعسك باي معناها حاجه الغد وامر الميناء او السيد المسؤول الغدية يلزمه يعمل بهم محضر بالناس اللي قاعد تصب الغدية. شكون بالضبط؟ ماهيش مشكلة، دولة ولا مش دولة مش مشكلة. أنه فيس فهمني عنده راهو الوحدة القانونية بتاعه نجمو نعملو له محضر ماهيش مشكلة. بقى شنو صاير كونكريتمون وريالمون هو إلا البحار يعاني. إلا المواطن قاعد يمرض بالكونسير. إحنا عندنا المدام معناها لطيفة أمرة الميناء السيدة أمرة الميناء نجم تقول لكم إلا كونه كنها فما تقريب ما 500 الى 1000 معناها فيزيتور دو بليزونس يجيو يصطادوا ويعملوا كابابريك غاديكا ويقعدوا في الميناء تاع الصيد البحري كومبوزونت اللي هي احنا ماحناش قايلين حسابها اصلا. الصيف تبدا معبيه غاديكا كلها فما على القليله 80 الى 90 واحد يصطاد في وسط الميناء الغادي اللي يصب فيه لوناس وياكلوا في الحوت نتاعو. لهنا سؤال كبير، شكون الغالي؟ السيد اللي يصطاد ولا السيد اللي قاعد يصب ولا السيد اللي ما عملش ديكلاراسيون اللي هو قاعد يصب ولا الى اخره. مادام هو ما عندوش حق وعنده هذا معناها سؤال لازم يتطرح. لهنا نوليو نقولوا احنا اليوم موجودين باش بور ديسكوتي كيفاش نجموا نوصلوا نحققوا الحلم خلينا نسميوه حلم تو مش مشروع. الحلم نتاع الناس اللي هو تقدم لكم تو يحلموا به وباش يحققوه ان شاء الله. بالنسبه للامور الماليه والامور الواحد ماهيش مشكله هذيك من بعد نحكيو فيها من بعد. اليوم عندنا دراسه، الدراسه هذه احنا فكره معناها عندي فكره عامه تقريبا دراسه نتاع الطلبه تكلفت 270 74 الف دينار هكاك تقريبا. احنا ما احناش باش نمشيو في النيفو تاع دراسه الطلبه ماهيش نفس الوحده فهمتني يعني.